أعزائي الطلبة، استكمالاً لمجموعة المحاضرات الخاصة بمقرر أمن المعلومات المتقدم، نكمل وإياكم بإذن الله تعالى الجزء الثاني والأخير من اللي هو التشابتر 5 اللي هو الخاص بالإنكريبشن بيست مالتي ليفل موديل فور داتابيس مانجمنت سيستم. كنا في المحاضرة السابقة تكلمنا على يعني introduction، ايش الاستفادة من اللي هو استخدامنا للانكريبشن سيستم للمالتي ليفل سكيورتي. المالتي ليفل سكيورتي حكينا بانه بضيف لنا نوع من السكيورتي، بالاضافة لانه بعمل لي reducing للمالتي ليفل داتابيس سايز. نوعا ما ممكن نجي نتكلم زي ما حكينا المحاضرة السابقة improving the response time for data retrieval. بعد هيك جينا تكلمنا قلنا بانه عشان نعمل عملية الانكريبشن لازم المفروض انه يكون في عندي اللي هو الكي اللي احنا بدنا نستخدمه، والكي هذا اللي هو بناء عليه بناء على البريفليج او السكيورتي ليفل الخاصة باليوزر. شفنا كمان المالتي ليفل ريليشنال سكيما كيف الشكل بتبعها، قلنا بانه الريليشن في الاساس بتتكون من مجموعه من الاتريبيوتس واللي موجود عندي اللي هو الكلاسيفيكيشن للاتريبيوتس هذه اللي هو في الاساس التبل كليرنس او اعلى كلاسيفيكيشن بيكون موجود عندنا. طبعا الكي عادة ما بيكون بناء على الكلاسيفيكيشن سكيورتي ليفل، وهنا عملية الانكريبشن لكل اتريبيوت من الاتريبيوتس اللي موجودة في التابل. اوكي، طبعا عملية الانكريبشن في الاساس او الكلاسيفيكيشن بيتم تحديدها بناء على التابل ليفل encryption أو Table Classification. شفنا كمان كيف بأنه حتى لو كانت نفس البيانات اللي موجودة عندي إلا أنه بسبب اختلاف Classifications اللي هو أن الريزلتس بتبعت الانكريبشن بتكون مختلفة. جينا حكينا كمان بأنه الكلام هذا ممكن يتم استخدامه مع الـ DB2 مع الأوراكل، واللي هو اليوم احنا بنستخدم الكلام هذا مع SQL statements اللي هو implementation بتبعتنا. شفنا اللي هو الصيغة هذه اللي هو comparison ما بين اللي هو encryption based multi-level database model and numerical database systems، يعني بالمثال اللي كان موجود عندنا ما بين DB2 والأوراكل. اوكي، بعد هيك جينا تكلمنا على مجموعة المودلز واللي هو الخصائص اللي موجودة، واخر شيء كنا تكلمنا في اللي هو الجملة الانسيرت اللي هي تعتبر من ضمن SQL statements، وشفنا الفلو تشارت الخاص ب اللي هو عملية الانسيرت، واللي هو توقفنا لعند الجزئية هذه في المحاضرة السابقة. ننتقل الان الى الديليت. اوكي، الديليت ستيتمنت، الديليت ستيتمنت اللي هو ديليت فروم ار ريليشن ار وير ات ساتسفايز ذا كونديشن بي. سو فور ذوز تابلز ذات ار ساتسفاينج ذا كونديشن بي ويل بي ديليتد فروم ذا ريليشن ار. يبقى بس اللي هو موجود عندي مجموعة التابلز هذه اللي بتحقق لي الشرط اللي موجود عندي هنا في البي اللي هو الكونديشن هي اللي حيتم إجراء عملية الحذف إلها من التابل. All the tables T belong to R with T ال T C clearance بتبعنا بتساوي ال L R decrypted by اللي هو ايه الكي according to the security classification level of the user who executes the delete statement. يبقى احنا بس اللي هو الشخص اللي السكيورتي ليفل بتبعه بيساوي
السكيورتي ليفل بتبع التبل او الكليرنس بتبع التبل هو اللي احنا بنعمل له ديكريبشن، وعشان يروح يشوف لي والله بعد ما عمل الديكريبشن هل انه المطابق للشرط اللي هو البريديكيت او الكونديشن اللي هو بي اللي احنا وضعناه ولا لا. For those tuples t belong to r, okay, that satisfy the b predicate expression r is changed as follows. Create a temporary tuple, يبقى هنا, for the decrypted data to store the deleted tuple during the execution of the delete statement. يبقى روح التابلز هذه خد ليها على جانب في set. Okay. The tuple that satisfy the predicate expression will be deleted. فقط بعد عملية الديكريبشن الناس اللي حققوا لنا الجزئية هذه هم اللي احنا بدنا نيجي نعملهم عملية الايه؟ عملية الديليت. If there is a borrowed tuple in the high security level that has an attribute that depends on the attribute in the deleted tuple, the value of this attribute will be set to null. يبقى لو كان في عندي tuples موجودة السكيورتي بتبعتها اعلى احنا مش هنقدر نعمل لها شيء، هتكون القيمة بتبعتها null وبالتالي مش هيصير في الا عملية ديليت من الاساس. هاي الفلوت شارت اللي موجودة عند عملية الديليت، فلوت شارت for the delete operation and the encryption based multi-level database model برضو من البيبر اللي موجودة في التكست بوك تبعنا. CI بتساوي اليوزر ليفل بتبع اليوزر السكيورتي ليفل، الكي بتساوي الكي للسي اي، سيت اي بيكوال 1. طيب اجى قال لي هيات اللي هو اول شيء التي اي التبل بتبعنا الكليرنس بتبعه بيساوي ال لليوزر الليفل بتبع اليوزر، اذا والله بيساويه او خلينا نيجي نشوف اللي هو المسار اللي قبل انه ما بيساويهوش، ما بيساوي. اذا نو معناته الكليرنس او الكلاسيفيكيشن بتبع اللي هو التابل هذا اعلى من الليفل السكيورتي ليفل بتبع اليوزر، اذا يس معناته مارك تو بي ديليتد باي هاي يوزر سكيورتي ليفل. يبقى هذا التابل بتبعنا السكيورتي ليفل بتبعته اعلى من اللي هو ايه، اعلى من ال السكيورتي ليفل الخاصة بيك انت يا اليوزر اللي بتحاول تعمل الديليت. اذا نو معناته انا كيوزر اكبر منه، مش مساواة، اكبر منه، اوكي ديليت لتي اي، يبقى السكيورتي ليفل بتبعتي اعلى. اذا يس اول شيء طبعا ديليت لتي اي بعد لسه في هنا بروسس بدها تكون موجودة. إذا يس خلينا نشوف اللي هو المسار يس، يبقى هنا شوي في عليها جزئية في نقطة حنكون نناقشها كمان شوي. يبقى إذا تي آي اللي هنا كانت يس السكيورتي ليفل بتبعي بتساوي السكيورتي ليفل بتبعت التبل، يبقى روح اعمل ديكريبشن باستخدام الكي لمين؟ للداتا اللي مخزن اللي هو معمول لها انكريبشن باستخدام الكي للتي آي. تي آي ساتسفايز بي، ساتسفاي بي، هل إنه مطابق للشرط؟ إذا يس اعمل ديليت للتي اي للتبل اللي موجود عندنا. إذا نو احنا خلاص انت لا مش 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 من ضمن الناس اللي موجودين، وبالتالي روح لاي بتساوي اي زائد واحد علشان اللي هو تروح للاتريبيوت الثاني وثالثة ورابعة لعند لما تخلص الشغل بتبعك. اند آخر شيء بنروح للي هو نهاية الاند بتبعتنا. The select statement executed by a user with security class level L has the following general form. عندي select A1 A2 إلى AN from R where B. يبقى مجموعة الاتربيوتس هنا برضو عندي عملية selection استرجاع او كانفورميشن ريتريفال. R is the relation name A1 A2 الى AN، اوكي R the attribute names and B is the predicate expression that may include conditions involving
the security classification attributes. اوكي يبقى هنا بدك تختار اللي هو ايش الاتريبيوت التوبلز اللي ايه اللي بتحقق الشرط اللي موجود عندك. Only those tuples T belong to R that have T of TC less than or equal L will be decrypted by key according to the classification level of the subject that executes the select statement and will be taken into the calculation of B. يبقى كل tuples اللي الكليرانس بتبعهم أو التوبل كلاسيفيكيشن تبعهم السكيورتي ليفل بتبعه ايش ماله؟ أقل من أو يساوي مين؟ أقل من أو يساوي لا. For those tuples T belong to R that satisfy the P predicate expression, if a decrypted tuple satisfies the predicate expression, this tuple will be included in the result of the select statement. حيروح يعطيني إياها كنتيجة من اللي هو select statement. مثال او للاسف الفلوت شارت تطبيق مباشر على الكلام اللي احنا حكيناه برضو من بيبر موجوده. سي اي بتساوي ال لليوزر الكليرنس لليوزر الكي تبعنا سيت اي اجا هاي الكليرنس تبع اللي هو التبل بتساوي السكيورتي ليفل تبع اليوزر. اذا نو معناته ما فيش عندي شيء اعمله. روح للاي جديده روح لاي جديده لتابل جديد بمعنى. إذا يس معناته تي اي بدها تساوي دي للكي ديكريبشن باستخدام الكي اللي يساوي الكليرنس تبعنا والسكيورتي ليفل للانكريبتد داتا للكي والتي اي. اوكي بعد عملية الانكريبشن هل هي ساتسفايز البريديكيت؟ إذا يس ديسبلاي تي اي، إذا نو روح حياة اي تساوي اي زائد واحد. اوكي شوف لي تابل جديد وانت اخر شيء. The update statement executed by a subject with security class level L has the following general form. قال لي update لل R set A1 relation update set بدنا نخصص قيمة جديدة A1 بتساوي الاتريبيوت الفاليو بتبعتنا بتساوي A1 small A2 بتساوي A2 small and so on. Where B بناء على شرط برد يبقى R is the relation name. A1, A2 up to N are the attribute names. And B is a predicate expression that may include conditions involving classification attributes. يبقى مرة تانية الابديت وكأنها عبارة عن عملية select في الأول. Only tuples T belong to R with T of tuples. الكليرنس تبعها بتساوي ال will be decrypted by key according to the classification level of the subject that executes the select statement and will be taken into the calculation of B. الكلام هذا مجموعة من الملاحظات. For encrypted tuples T belong to R that satisfy the predicate B, R is updated as follows. Create a temporary tuple for decrypted data to store في الكتاب مكتوب deleted لا هي updated tuple during the execution of the delete اللي هي لا برضو error في التكست بوك هي update statement locks error أنا كاتب الكهان locks error in text book must be update. If there are no attributes of the primary key in the set clause or four attributes in the set clause يبقى لو ما كانش طبعا حط لازم encrypt the attribute value and update the tuple if there is a tuple that has an attribute that depends on the attribute in the updated tuple the value of this attribute will be encrypted and updated. يبقى السؤال ما هو انا ممكن يكون في عندي relationship ما بين table و table وهذا ال 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 الاتريبيوت هذه موجوده في الجدول الثاني ايش بده يصير؟ هاي بقول if there are attributes of the primary key in the set clause encrypt the attribute value and update the tuple. يبقى بدنا نعمل if the primary key class is equal to the class of the subject that executes the update statement all tuples that have the same primary key will be updated في التيبلز الثانيه.
يبقى هذا الكلام لفلو تشارت برضو. هاي السي اي بتساوي اليوزر السكيورتي ليفل، الكي بتساوي الكي للسي اي سيت اي ايكوال 1، هاي موجود عندي. هل الكليرنس تبع التابل اللي موجود عندنا بيساوي السكيورتي ليفل اوف ذا يوزر؟ اذا نو روح شوف تابل جديد، اذا يس اعمل ديكريبشن زي ما كانت في السيلكت. الان هل التي اي ساتسفاي بي؟ اذا نو روح شوف لي تابل جديد، اذا يس روح تي اي للبرايمري كي بيلونج للاي اي، هل انه هو من ضمن مجموعه ال 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 الاتريبيوتس اللي انت بدك تعمل لها ابديت؟ اذا قال لي يس، طيب الان هل الكلاسيفيكيشن بتبعت التابل هذه اكبر من او يساوي لا ال للسكيورتي ليفل بتبع اليوزر؟ اذا يس ديسبلاي، بدنا نشوف التي اي برايم. اذا نو روح ارجع عشان تعمل الابديت اللي هو اقل، يعني اقل منه. يبقى هنا اذا نو ابديت التي اي، ابديت التابل، ابديت تي اي برايم. هنا في اللي هو في حال لو كان البرايمري كي من ضمن او مش من ضمن، اسف، المجموعه اللي موجوده عندنا. في حال لو كان، انا في شغل تاني حيكون. ليش؟ لانه ممكن يكون هذا موجود في جداول تانية. طيب عندنا كمان في حاجه اسمها اب ليفل اوبريشن ان ذا انكربشن بيست مالتي ليفل داتابيس. نفس الشيء، خلينا نروح للجزئيه الخاصه بالاب ليفل ستيتمنت وبعدك نرجع للفلو تشارت. او ممكن اوكي، يبقى الاب ليفل ستيتمنت executed by a user with security class level L has the following general form. اول شيء الاب ليفل ار جيت الاي 1 2، نفس الشيء بالجنرال فورم. only tuples t belong to r with t للتي سي less than or equal l will be decrypted by key according to the classification level of the tuple key tc and will be taken into the calculation of P based on the condition. For decrypted tuples that level that have at least one tuple T prime belong to R that satisfies the predicate P and L tuple T is constructed as follows. يبقى هنا لقينا واحد على الأقل، وبالتالي بدنا نعمل اللي هو عملية الإيش الأبديت. طبعا احنا بنتكلم على واحد سكيورتي ليفل بتبعته عالي، اب ليفل ستيتمنت. create a temporary tuple for decrypted data to store the deleted tuple during the execution of the up level statement. if AI is in the get clause, encrypt the data in the tuple with a class equal to the security class level in the form clause. if AI is not in the get clause, set the data value to null. اذا كانت موجوده معناته ايه؟ بدنا نعمل اللي هو الابديت. اذا كانت لا مش موجوده بدنا نروح نخليها القيمه بتاعتها نل. هذا شرح. After tuple T is constructed the following procedure will be applied. if there is a tuple T that has a primary key equal to the primary key of the constructed tuple and its security level, class level is equal to the security class level of the user who executes the up level statement, this tuple will be replaced by the constructed tuple. Otherwise the tuple will be added to the relation. يبقى حيصير اللي هو يتم إضافة التبل هذا أو يصير عملية اللي هو الأبديت. طبعا الإضافة في حال بأنه لو كانت السكيورتي ليفل إيش مالها مختلفة. أوكي يبقى أنا كان موجود عندي، نرجع مرة تانية اللي هو 5 5. هذه للابديت اوبريشن اللي شفناها من قبل، احنا هي نفس الشيء. اوكي الفلو تشارت فور ذا اب ليفل اوبريشن ان ذا انكربشن بيز مالتي ليفل داتابيس. سي اي لليوزر الكي بتساوي كي للسي للسي طبعا سيت اي تي ديكربشن للكي. اوكي هل انه اقل من او يساوي لليوزر؟ إذا نو روح ندور على واحد جديد. إذا يس
شوف ابدأ شوف لي بناء على الاتريبيوت ست جي بتساوي اللي هو ال تي اي للاي جي بيلونج تو، هل انها بتنتمي بتنتميش، وابدأ شوف لي كل اتريبيوت من الاتريبيوتس هذه اللي موجودة عندك. لاحظ حجر الزاوية بانه احنا حنضيف ولا نعمل ايش تغيير للي هو الطبل هذا بناء على ايه؟ بناء على السكيورتي ليفل اللي موجودة عندنا. هنا اعطاني experimental database structure، اعطيني database اللي راح عمل experiments عليها، طبق مجموعة الخوارزميات هذه علشان يشوف ايش اللي موجود عنده، وهي الستركتشر اللي موجود عندنا للداتابيس هذه. طبعا هنا كنوع من المقارنة، كنوع من المقارنات اللي موجودة عندنا ما بين الخوارزميات الثلاثة هذول الأربعة آسف، طبعا الـ AES with 3 فيرجنز. وهنا بقول بورجيني قديش الوقت response time and so on.